طريق ترابي ووسط أرض مليئة بالأشجار الزيتون، بير مي قديم كتير ما فيه مي بسبب أنه تعرض للجفاف. صارت أحداث قصة عمر. العم عمر حاليا بعمر 60 سنة تقريبا. القصة صارت بالصيف وتحديدا بشهر حزيران عام 1979. أصوات غريبة وكوابيس عاش العم عمر طول هاي الفترة بسبب فضوله الزايد اللي دفعه ليكتشف شو في جوات البير، أو مثل ما بيسموه أهل القرية جب صفرون. بس للأسف العم عمر دفع ثمن هالفضول لسنوات طويلة من عمره. تابعوا القصة لتعرفوا كل التفاصيل. سلام، معكم حنين. قصتنا لليوم قصة واقعية. من دون ما طول عليكم المقدمات، إذا ما انكم مشتركين بقناتي تشتركوا بالقناة وحطوا لي لايك لا تنسوا. قصة اليوم من الريف السوري وتحديدا الريف الشرقي لمدينة حمص السورية. كل الحب لأهالي وأحبابي بسوريا الجريحة. قرية صغيرة بعيدة عن مركز محافظة حمص السورية. عام 1979 عمر شاب مقتبل العمر قرر يتزوج ويعيش حياته مثله مثل باقي الشباب. عمر خبر أبوه وأمه برغبته بالزواج، ومثل أي عائلة الأب والأم فرحوا كتير وبلشوا بمشروع الزواج لعمر. بحكم العادات والتقاليد بنت عمه لعمر هي الزوجة المستقبلية، وفعلا تزوج عمر بنت عمه. وكان يوم فرح عمر يوم ما بينتسى لأنه استمر أسبوع دق ورقص ودبك لشباب الضيعة. عمر عنده 3 أطفال، ولدين وبنت. الشباب أسماءهم محمد ومحمود، والبنت اسمها مريم. من عادات أهل القرية اللي عايش فيها عمر أنه الشباب مو بيصير يسافروا ويطلعوا ويشتغلوا برا، لأنه عندهم أراضي لازم يدروا بالهم عليها ويزرعوها. وفعلا عمر ضل بالضيعة وصار يزرع أرضه هو وزوجته وولاده وياكلوا منها. على الطريق بين بيت عمر وأرضه كان في بير مي صغير. عمر بيتذكر أنه لما كان صغير كان هذا البير شغال، بس جفت المي اللي فيه وضل البير على حاله. مع مرور السنين ولما عمر صار بعمر 10 سنين تقريبا، بيسمع من أهل الضيعة الكبار بالعمر أنه البير مسكون وما بيصير حدا يقرب منه لأنه بينأذى. بس طبعا عمر ما كان يفهم شو معنى هالحكي، بس بيعرف أنه هذا البير ما بيصير حدا يقرب عليه وخصوصا بالليل. كبر عمر وكبر معه هالحكي وتزوج ونقل هالحكي لأولاده. وبيوم من الأيام عمر كان عم يمرق من جنب البير مثل العادي رايح على أرضه، وكانت معه مريم بنته الصغيرة اللي عمرها 7 سنين. عمر كل ما يمرق من جنب هذا البير هو أو حدا من أهل الضيعة بيصير بيتعوز من الشيطان، ولما بيسألوا أولاده يحكي لهم قصص قديمة صاير مع أهالي الضيعة. لكن بالحقيقة عمر كان سمعانا من الكبارية وهو ما شاف شيء من هالقصص بالواقع. فلما كانوا مارقين هو وبنته قالت له مريم لأبوها خلينا نشوف شو في بالبير بحكم فضولية الأطفال دائما، وعمر كان يرفض. ومرة من المرات عمر قال لحاله لك والله هالبنت عم تحكي مزبوط، يعني أنا لا شفت شيء بعيني ولا بعرف أنه إذا البير فعلا فيه شيء ولا لا، خليني أقرب وشوف شو في جوات البير. وبلش الفضول يحرك عمر لاكتشاف البير. فعلا قرب عمر للبير وزاح الغطاء الحديد وصار يتفرج على البير من برا ومن جوا ويلف حواليه ويفحصه. وبهذا الوقت كان مارق واحد من أهل القرية قالوا لعمر لك شو عم تعمل يا رجل، لك ما بتعرف انه ممكن تتأذى؟ وصار يذكر له قصة فلان وعلان شو صاير معه من ورا الجب. هون عمر خاف فعلا ورجع سكر الجب وقرر يكمل طريقه على أرضه. طول اليوم عمر كان عم يشتغل بالأرض وعم يفكر أنه بعد شوي رح يصير معه شيء، لكن انتهى اليوم والحمد لله مرق على خير وما صار شيء لعمر ولا لأهله. رجع عمر للبيت وصار يحكي لزوجته وولاده أنه هيك عمل بالبير وأنه ما صار معه شيء، وضل ناطر طول اليوم وما صار شيء. مريم البنت الصغيرة عم تسمع هالحكي وتحفظه. مرقت فترة أسبوع 10 أيام وعمر عم يطلع على شغله على الأرض عادي. وبيوم كانت معه بنته مريم ومرقوا من جنب البير. مريم قالت لأبوها خليني شوف البير، ما أنت قلت أنه ما صار شيء وقت تفرجت عليه؟ وضلت عم تحكي لبين ما خليته يقتنع. وفعلا قرب عمر وبنته مريم للبير وفتح الغطاء الحديد وصاروا يتفرجوا هو ومريم، ومريم تصيح بقلب البير هي وأبوها. وهيك لفترة صغيرة بعدين كفوا طريقهم للأرض وللمسا رجعوا على بيتهم عادي. وبنفس الليلة بلشت الأحداث الحقيقية للقصة. فأمر بالليل على صوت بنته وهي عم تصرخ وتبكي،
فكروها بالأول مريضة أو صاير معها شيء، أخذوها بالليل على العطار يعني حكيم الأعشاب لأنه ما في دكتور بالضيعة. عطاهن عشبة شربتها مريم ولكن على الفاضي. مضت الليلة وتاني يوم فاق عمر فطر وطلع على أرضه، وأثناء مشيته على نفس الطريق اللي فيه البير سمع صوت جاي من بعيد كتير بين الشجر عم يصرخ عمر عمر. التفت عمر لورا ما شاف حدا وكمل طريقه على الأرض. شاءت الأقدار إنه عمر بهداك اليوم يتأخر بالشغل بالأرض ويرجع بعد العتمة على البيت. وبطريق الرجعة وتحديدا لما وصل لجنب البير سمع نفس الصوت اللي كان عم يصرخ عمر عمر. التفت باتجاه البير وإلا بيشوف عيون عم تلمع جنب البير وعم تقرب لعنده بسرعة كبيرة. وقتها فقد الوعي عمر. صحي عمر وأول ما فتح عيونه لقى حاله بالبيت وفوقه زوجته وولاده ونص أهل الضيعة. قالوا له شو في خير شو صار معك؟ هو كان عمر عم يسمع مثل الرجل الآلي أصوات غريبة كلياتها فوق بعضهم. وضل عمر ساكت لآخر اليوم. بآخر الليل فات عمر ينام وبنص الليل فاقت زوجته عم تحاول تصحي. فاق عمر وهو عم يصرخ وشايف نفس الكابوس بالضبط بس هالمرة بالمنام مو بالواقع. ظل هيك عمر على هالحالة لمدة أسبوع تقريبا لحتى تحسن شوي وقدر يرجع على أرضه وشغله. وبيوم من الأيام رايح عمر على أرضه هو ومريم وشبه نسي القصة اللي صارت معه أو حاول يتناساها ويكابر على حاله ويقول لا ما في شيء صاير معي. ولما مرقوا من جنب البير هو ومريم سمع نفس الصوت. للحظة حس عمر أنه توقف قلبه وما عم ينبض من خوفه على حاله وعلى بنته. وللأسف رجع غمع عمر بس هالمرة مو لحاله، هالمرة معه بنته مريم. شافهم حدا من أهل الضيعة مارق من نفس الطريق وأخذهم على البيت وضلوا عم يحاولوا يصحوهم لعمر لوقت اللي صحي. بس للأسف مريم ما كانت عم تصحى. فكروا أول شيء إنها ماتت بس لما أخذوها على المشفى بالمدينة صحت ورجعت لطبيعتها. بس للأسف تم ما صار على جنب يعني مثل اللي صاير معه جلطة تماما. ضلوا يومين بالمشفى ورجعوا بعدين على الضيعة. وبأول ليلة لعمر بالضيعة بعد ما رجعوا من المشفى عمر فاق بالليل على نفس الكابوس ومريم رجعت تصرخ طول الليل. صارت تكتر زيارات أهل الضيعة لعندهم على البيت مشان يطمنوا عليهم ويسألوا عمر شو صاير معه. وعمر ما كان عم يحكي لوقت اللي إجا الشخص اللي شاف عمر شو عم يعمل بالبير أول مرة. قرب لعند عمر وقال له بأذنه اللي عم يصير معك بسبب البير ما هيك؟ هز براسه عمر وقال له إيه. خلصت الزيارة وقام الشاب طالع من عند عمر وتوجه فورا لعند إمام الجامع اللي هو ما في غيره بكل الضيعة وحكى له شو صاير مع عمر. رجعوا إمام المسجد وهذا الشاب لعند عمر مشان يفهموا منه شو عامل بالضبط وشو يلي عم يصير معاه. وفعلا حكى له عمر للشيخ شو عمل هو وبنته مريم وشو عم يصير معاهن والكوابيس اللي عم يشوفوها. الشيخ مو دارس شيء بس حافظ كم صورة من القرآن الكريم وهو الوحيد اللي بيعرف يقرأ قرآن بالضيعة، يعني أهل الضيعة كلهم أميين ما بيعرفوا لا يقرأ ولا يكتبوا. قال له الشيخ لعمر إنه لازم أقرأ عليه قرآن بالمكان نفسه لحتى الطيب. وكل الموجودين صدقوا وحتى عمر صدق وقاموا كلياتهم وأخذوا مريم معهم وأمه وزوجة عمر وراحوا على البير. وفعلا بلش الشيخ يقرأ قرآن وهو عم يقرأ صار عمر يرجف ومريم صارت تختلج والكل صار يخاف وعمر يصرخ ويعيط من الخوف. الكل هرب وتركوا عمر ومريم وزوجته لعمر والشيخ بمكان البير. طبعا الشيخ تعب كتير وما عم يعرف شو بده يعمل. ضل ساكت هيك لوقت اللي صحى عمر ومريم ورجعوا كلهم على الضيعة. بعد كم يوم رجع الشيخ لعند عمر ومعه شيخ تاني وسألوا لعمر إذا لسه عم يشوف شيء أو إذا مريم تحسنت أو لا. قال لهم عمر كل يوم أصعب من اللي قبله، لا عم أعرف نام ولا عم أعرف فيه، بنتي مريم طول الليل والنهار على هالحالة. قرب الشيخ التاني لعند عمر وقال له يا ابني أنتوا رحتوا على بيت الجن وفتحتوا وصرختوا فيه وزعجتوا الجن اللي ساكنين فيه وهني هلأ عم ينتقموا منكم. بس لا تخاف ما في شيء أكبر من القرآن، رح أقرأ عليك آيات من كتاب الله وبإذن الله رح تشفى أنت وبنتك. وفعلا بلش الشيخ قراءة لوقت اللي صاروا يتعبوا كل الموجودين بالبيت، إمام المسجد اللي بالقرية وزوجة عمر وباقي الأولاد وعمر نفسه وحتى الشيخ اللي عم يقرأ تعب. وفجأة أثناء القراءة بتطير كل الأغراض الموجودة بالبيت وكأنه في هواء قوي عم يدخل على البيت ويطلع غبرة. والغبرة صارت بالبيت وما عاد حدا شاف حدا. بعد ما هدي الجو شوي صحي عمر وشاف جنبه زوجته وأطفاله والبيت قايم ما قاعد وما في حدا عندهم أبدا بالبيت. كمان كم يوم ورجع الشيخ إجا لعند عمر وقال له يا عمر ما في عنا غير هالطريقة لحتى تخلص أنت وبنتك مريم من اللي أنتوا فيه. قال له شو هي؟ قال له نردم البير. قال له عمر شو رح نستفيد إذا ردمنا البير؟
قال له هنن عم يطلعوا بالليل من البير ويجوا يأذوكم ونحن لازم نسكر عليهم محل ما عم يطلعوا. لا تستغربوا مثل ما خبرتكم قبل شوي تقريبا الكل بالقرية جاهل وبهداك الزمان كان كتير ممكن يتصدق هالحكي. رضي عمر وقال له للشيخ إذا منرتاح أنا وبنتي موافق ما عندي مشكلة واليوم منروح إذا بدك. فعلا بالليل راحوا الشيخ وعمر وولاده الشباب وكم شاب من أهل الضيعة لحتى يسكروا البير. فتحوا الغطاء وصاروا يردموا البير فعلا وما حدا تعرض لأي شيء خلال الردم وخلصوا الردم ورجعوا كل واحد عبيته. مرقت أول ليلة على خير وعمر أموره تمام ما شاف كابوس بالليل ولا مريم تصرخ. بس لسه مريم مو قدراني تحكي وبعد كم يوم رجع كل شيء مثل ما كان وصار عمر يشوف بالمنام حدا عم يقرب عليه وأصوات ضحك عالي ويفيق خايف عم يصرخ هو ومريم. لبين ما أيقن عمر أنه القصة قصة جن ومشايخ وأنه ما حدا بالضيعة خرج ويخلص عمر وعائلته من الشيء اللي صاير معهم. فقرر هو وعائلته يسافروا على المدينة ويتركوا الضيعة وأهلها. فعلا سافر عمر هو وعائلته على المدينة واستقر فيها والكوابيس ما تركته ولا يوم لوقت اللي تعرف عمر على الشيخ وجابه لعنده على البيت ورقال عمر ولعائلته. وهذا الحكي استمر سنوات. عمر بقى بالمدينة واستقر فيها ولقى الشغل منه بيصرف على عيلته ومنه على علاج بنته مريم. بس للأسف مريم عم تكبر بدون ما تتحسن. فقد الأمل عمر أنه ممكن تتحسن مريم وبعد نقاشات طويلة بينه وبين عائلته قرروا أنه يرجعوا على الضيعة لأنه هناك بيتهم وأراضيهم اللي تركوها. فعلا ضبضبوا أغراض بيتهم ورجعوا على ضيعتهم. بس كل شيء كان متغير لا البيوت مثل ما هي ولا الشوارع ولا عادات الناس. طبعا عمر وعائلته كمان تغيرت عاداتهم لأنه عاشوا سنين بالمدينة. صبتوا كم شغلي ببيتهم القديم ورجعوا حطوا أغراضهم وقعدوا صاروا يصحوا على الشيء اللي صار معهم خلال هاي السنين. نص أهل الضيعة متوفين والأولاد صايرين شباب والشباب صايرين ختايرة والبير المشؤوم بعد ما ردموه صارت المنطقة مقبرة لأهل الضيعة والبير المردوم جواته. صار عمر يسمع قصته من شباب الضيعة أنه هذا هيك هيك صار معه. مو بس هيك جزء من أهل الضيعة ما أجوا سلموا عليه يعني كانوا كل أهل الضيعة خايفين من عمر. هاي الأحداث اللي صارت مع عمر بسبب البير والفضول اللي دفعه أنه يشوف شو في جوات البير واللي دفع سنين من عمره كرمال لحظة فضول. بس هذا كان ما كل شيء بالنسبة لعمر. الهم الأكبر والشيء اللي فعلا يستحق أنه الواحد يزعل عليه هو مريم. مريم صارت صبية وكبرت وكبرت همومها معاها. مريم لهلا ما بتقدر تحكي ولا بتقدر تشكي همها لحدا. مريم كانت طفلة مفعمة بالحياة مثل طفولة أي واحد فينا. ما حدا بيعرف شو عم يصير مع مريم هلا غير ربنا لأنه مريم ما فيها تفضفض لحدا ولا تحكي مع حدا ولا تنطق ولا بحرف. للأسف الشديد القصة حقيقية أصدقائي وفعلا يا ريتها ما كانت حقيقية. لهون بتنتهي قصتنا لليوم. بتمنى تنال إعجابكم. لا تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس.